بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في آخر لقاء اليوم في قضية قراءة الليفر فانكشن تيست. كنا طرحنا في اللقاء الماضي أنه patient عنده yellow discoloration في السكليرا والتوتال بيلوروبين نورمال. كيف نقرأ هذا الموضوع؟ تعالوا نشوف إيش حكاية هذه القصة. في نقطة مهمة عاوزين نتفق عليها، لما يحصل إنه شخص عنده yellow discoloration في السكليرا، إذا كان التوتال بيلوروبين عالي نسميها الحالة دي نسميها جوندس. إذا كان إنه التوتال بيلوروبين نورمال فنقول دي yellow discoloration of سكليرا. وهذه النقطة المهمة اللي عاوزين نتفق عليها. إذن أول نقطة إنه once إن إحنا نشوف yellow discoloration في السكليرا، إذا كان التوتال بيلوروبين عالي فنقول على طول دي جوندس. إذا كانت التوتال بيلوروبين نورمال فنقول هذه نسميها yellow discoloration في السكليرا. إيش أسبابها؟ أول أمر إنه طبعاً yellow discoloration of سكليرا والتوتال بيلوروبين نورمال، أول نقطة إنه أخواننا اللي هم السمر أو أخواننا اللي هم السود، حنحصل إنه سبحان الله اللي هم الغامقين أو السود نحصل إنه في عنده yellow discoloration في السكليرا. ليش؟ لأنه ذول عندهم increase في الميلانين، فبالتالي الميلانين ذا بيحصل له deposition في السكليرا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه شخص أو علاج بيستخدم علاج اللي هو ميباكرين اللي يسموه باسم التجاري يسموه أتابرين، ده يستخدم للباراسايت كان إنفكشن، ده نفسه العلاج بيحصل له deposition في السكليرا، فبالتالي يحصل yellow discoloration في السكليرا. النقطة الثالثة إنه شخص، وهذه نقطة شهيرة، إنه عنده هايبوثايرويديزم. ليش عنده هايبوثايرويديزم؟ يعني إيش ما هو دوره في إحداث yellow discoloration في السكليرا؟ إنه عارفين في مادة إحنا بنسميها الكاروتين بتتحول بالـ T3 إلى الفيتامين A. فلكم أن تتصوروا ما فيش T3، عنده هايبوثايرويديزم، فبالتالي حيحصل حاجة بنسميها كاروتينيميا. الكاروتينيميا دي بيحصلها ديبوزيشن في السكليرا وبالتالي يحصل yellow discoloration. ومن هنا جي نقول على طول عشان نعرف إن عنده هايبوثايرويديزم نقيس الـ T3، حتحصل الـ T3 low، حنحصل الـ TSH حصله هاي. النقطة الرابعة في الـ yellow discoloration of سكليرا إنه في رينال فيلير. إيش علاقة الرينال فيلير؟ إنه في مادة بنسميها إحنا اليوروكروم بيجمنت، دي ما يحصل لهاش في لما الشخص عنده رينال فيلير، دي ما يحصل لهاش اكسكريشن، فبالتالي ده على طول روحنا وحيحصلها ديبوزيشن لأنه ما بيحصل لهاش عملية اكسكريشن، فحيحصل لها ديبوزيشن في السكليرا. ومن هنا نروح نجي نشوف الرينال فانكشن تيست، إذا عنده رينال فيلير فنقول دي ناتج عن إنه البيجمنت دي ما حصل لهاش ما حصل لهاش سكريت او ما حصل لهاش اكسكريشن، فبالتالي ناتج اليونت ديسكريشن اوف سكليرا ناتج عن الرينال فيلير. شكرا جزيلا لكم ونلتقي ان شاء الله في قراءه لفحوصات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.